هلا والله فيكم. حلقة جديدة من خمس أشياء. هالمرة راح تكون حلقة خاصة واسمها 5 × 4، يعني راح يكون 20 شيء في الحلقة، وكلها بتتعلق بشخصية سبايرو ولعبة سبايرو إغنايتد ترولوجي اللي بتنزل بتاريخ 13 نوفمبر. والحين خلونا نبدأ. سبايرو عمره 20 سنة، يعني لعبة سبايرو عمره 20 سنة. أنت لما تسمع هالدرجة بتحس نفسك أن أنت فعلا أنت صرت شخص شايب، لأن اللعبة صدرت عام 1998. تخيل 20 سنة من يوم ما نزلت لعبة سبايرو. اسم سبايرو المفروض كان يكون اسمه بيت بدال يكون اسمه سبايرو. تخيلوا التنين اسمه بيت. أنا أعرف بيت اسم شخصية اللي موجود الفيلن اللي في شخصيات كيندم هارتس أو خلينا نقول ديزني الأساسية، لكن بيت ما حس ينفع كتنين. لون سبايرو الأصلي كان بيكون لونه أخضر، لكن المطورين غيروا لونه إلى البنفسجي عشان سبب واحد بسيط، هو أنك تقدر تميز سبايرو لما يكون بين الحشائش والخضرة. صراحة شيء كويس أن غيروا البنفسجي وخلوا لونه جدا مميز. الأعداء الأساسيين في لعبة سبايرو هم من فصيلة الجنومز أو الجنوركس، وهي خليط بين النوم والأوركس، وطبعا هذا كله مخلوقات خيالية موجودة في قصص الأشياء الفانتسي. قدرة سبايرو على التحليق في اللعبة اللامتناهي كانت واحدة من الأشياء اللي سابقة عهدها، وعشان يقدرون يتقنون قدرة سبايرو في التحليق فريق التطوير استعان بواحد عالم من الناسا خاص في الصواريخ، بحيث أنه يقدر يعلمهم بخبرته وتدريبه كيف يقدرون يضبطون فيزيائية التحليق. اللعبة فيها مراحل متنوعة، والمطورين كان هدفهم أن كل مرحلة يكون فيها صيغة خاصة فيها أو تصميم خاص فيه، لكن هل تدرون أن تصميم المراحل استوحوه من أفلام معروفة؟ البيست ميكر هاب استوحت من فيلم أبوكاليبس ناو، والكليف تاون استوحت من فيلم ستار وورز، وأيضا في مراحل كثيرة استوحت من أفلام إنديانا جونز. ثلاثية ألعاب سبايرو كان يتميز فيها أن فيها شخصيات منوعة، وطبعا كل واحد منهم له شخصيته المميزة، وأيضا بعضهم كان تقدر تلعب فيهم. هذول كلهم راح يكونون موجودين في ثلاثية سبايرو الجديدة سبايرو ريجنايتد. من أهم الأشياء في ألعاب سبايرو هي التجميعات، وتتراوح من مفاتيح إلى جوهرات وشياء ثانية، والجواهر أيضا مو بس تستخدمهم عشان تخلص المرحلة، تقدر تستخدمهم بعدين بحيث أنك تشتري لك أشياء سرية في اللعبة أو طرق جديدة أو خلينا نقول سكيل جديدة في اللعبة. آخر إحصائية لألعاب سبايرو تمت عام 2007 وتقول أن السلسلة باعت أكثر من 20 مليون نسخة في العالم، مع تقريبا 5 مليون من هذه المبيعات كانت اللعبة الأولى في السلسلة. المطورين تويز فور باب كانوا ناويين يسوون سلسلة جديدة اسمها سكايلاندر، ولأن يعشقون شيء اسمه سبايرو فاختاروا أن أول شيء في السلسلة سكايلاندرز تكون خاصة بسبايرو واسمها سكايلاندر سبايروز أدفنتشر. تويز فور باب اللي طوروا لعبة سكايلاندر سبايروز أدفنتشر هم نفسهم اللي قاعدين يطورون أو طوروا لعبة سبايرو ريجنايتد ترولوجي اللي راح تنزل قريب. في لعبة كراش بانديكوت إنسين ترولوجي، لو تحط الكود فوق فوق تحت تحت يسار يمين يسار يمين مربع، واللي هو قريب من كود كونامي اللي هو فوق فوق تحت تحت يسار يمين يسار يمين بي اي ستار، راح يطلع لك التريلر او العرض الجديد للعبة سبايرو ريجنايتد ترولوجي، وهذا كان اول عرض له يظهر للاعبين. ثلاثية سبايرو الكلاسيكية اشتهرت بان فيها موسيقى جدا جميلة، وطبعا من الملحن الرهيب ستوارت كوبلاند، والموسيقى راح تكون موجودة في لعبة سبايرو ريجنايتد ترولوجي، راح تكون اعادة تخيل الموسيقى الاصلية من الملحن الشهير. سندر هي التنينة اللي راح يقع في حبها سبايرو، وطبعا لها دور أكبر من كذا في القصة هذه، ورح تشوفونه في ثلاثية سبايرو الجديدة سبايروز ريجنايتد ترولوجي. ثلاثية سبايرو كلاسيكية كان فيها أكثر من 100 مرحلة متنوعة، ولعبة سبايرو ريجنايتد ترولوجي أعادت إحياء كل المراحل الفوق 100 هذه بشكل جميل وجذاب أكثر من قبل. مؤدي صوت شخصية سبايرو في الثلاثية الكلاسيكية توم كيني يرجع لنا مرة ثانية عشان يؤدي مرة ثانية صوت سبايرو بالثلاثية الجديدة سبايرو ريجنايتد ترولوجي. لعبة سبايرو الأولى الكلاسيكية هي كانت واحدة من أوائل اللي لم تكن الأولى من الألعاب اللي توظف خاصية المدى البعيد، يعني لو تشوف مكان من بعيد تقدر توصل له عن طريق التحليق أو عن طريق أنك تنتقل له. في وقت صدور لعبة سبايرو الكلاسيكية الأولى كانوا الأعداء فقط يسوون خاصية واحدة في ألعاب الـ 3D، لكن لعبة سبايرو خلت الأعداء يسوون أكثر من خاصية، ومنها أنهم يسوون تحديد لسبايرو نفسه، وأيضا يسوون له حركات أكشن معينة، مثلا يا أنه يضربونه أو أنه يسوون حركات التونت أو الاستهزائية. مطوري لعبة سبايرو الكلاسيكية الأولى هم شركة إنسومنياك، وهم نفسهم اللي طوروا ألعاب راتشت أند كلانك وأيضا لعبة سبايدر مان اللي نزلت على البلايستيشن 4 مؤخرا. سبايرو
كان بيصير تنين كبير، يعني كان بيصير كبير في العمر، لكن الحمد لله ان انسومنياك غيروا قرارهم وخلوا التنين الصغير الكيوت المحبوب. وهذه كانت 20 معلومة عطناكم اياها عن لعبة سبايرو ريغنايت ترولوجي. عطونا رايكم في المعلومات، وهل كنتوا تعرفون اي شيء منها قبل كذا ولا لا؟ لعبة سبايرو ريغنايت ترولوجي راح تنزل في 13 نوفمبر. كان معكم فهد الشيحة، شكرا متابعة، مع السلامة.